نحن الآن في وادي اليرموك مسار سحم البيئي. صراحة أنا فخور جداً بهذا المكان الجميل اللي في تنوع بيولوجي رهيب، والحلو في تاريخ وفي آثار وفي أيضاً أسرار جميلة. خلونا نكتشف المكان. أنا الآن في زيارة لمنطقة اليرموك مسار سحم الجبال للمرة الأولى. زيارتي كانت جزء من مؤتمر المينا اللي منظميته خدمات نظم البيئية التابع للجي آي زد. بصراحة أنا منبهر جداً في التنوع الحيوي النباتي الناتج عن حماية المجتمعات المحلية. من ضمن التنوع الحيوي التنوع الهائل للآباء البرية والسلالات المحلية اللي تشكل مصدر جينات ممتاز لتطوير وتهجين النباتات المزروعة في الأردن وفي العالم. وهنا ونحن في سحم في منطقة عيش رمان، ومن خلال التعاون مع جي آي زد هذا المشروع الواعد، فقد توصلنا إلى اكتشافات أثرية مهمة عبر التاريخ. هنا حيث وجدنا دير صنيبعة ودير الرمان ودير فيق ودير النعيمي، إرث حضاري كبير كشفناه ووثقناه. ونبدأ الآن بعملية النشر العلمي والتوثيق العلمي الذي سيخدم الأجيال القادمة، سيخدم سحم وسمر ومختلف مناطق شمال محافظة إربد. هنا انطلق التاريخ، وسيعود التاريخ مرة أخرى ليؤكد لنا أن هذا المكان انطلقت منه الحضارة البشرية إلى كافة أرجاء العالم. احنا مجموعة من الشباب منطقة سحم الكفارات، هوايتنا الطبيعة. سمعنا عن دورة عقدتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد، مشروع الاستخدام المستدام للنظم البيئية في الأردن بالتعاون مع محمية اليرموك، وأخذنا هاي الدورة واستفدنا من هاي الدورة اللي هي بناء قدراتنا على الدلالة المحلية والبيئية، ترسيم ممر سياحي وجمع المعلومات عنه بشكل علمي، بنينا استراحتين لاستقبال الزوار وإظهار مظهر جميل للمنطقة، مما خلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي في منطقتنا، وأصبح عملنا بشكل منظم ومؤسسي.